السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، أينما كنتم عدنا لكم مثل ما وعدناكم كل نهاية أسبوع مقطع جديد مع نشاط. Hello guys. يا جماعة الخير، رمضان مبارك، كل سنة وأنتم طيبين. يا بابا كاي كير على سبليفت، أوكي ريسبكت فور فول خرس بالهولندي صح؟ يلا تعال تعال هنا، تعال تعال خلينا نتكلم معهم شوية يا شباب. والله العظيم رمضان في أوروبا صعب، والله العظيم يا شباب رمضان في أوروبا صعب. أوكي يلا أتكلم معهم بابا، أقول لهم مرحبا كيف حالكم، رمضان كريم. يلا هلو رمضان كريم. ها يا طيب، انا عارف ان هاي جايز يكفيهم، بس قول لهم مرحبا شباب رمضان كريم. بعدين انا لابس انا زي بعض متقمين، هو لابس التيشيرت وانا لابس بنطلون زي بعض. ارحب يا نشات، ايش الصدفه الحلوه هذا، ايش الحلوه دي. فرمضان يا شباب باوروبا صعب، بالذات لما تكون ماش موجود لا عند امك ولا عند ابوك ولا اهلك ولا اصدقائك ولا عيال حارتك، يعني مش حاسسين باجواء رمضان في اوروبا ابدا 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 يا شباب. وربي مو حاسين بذيك الاجواء مثل اليمن مثل السعوديه مثل اي دوله عربيه كذا، الاجواء الرمضانيه الروحانيه هنا مش موجوده ابدا يا شباب. صدقوني اجواء رمضان هنا اوكي، الاجواء تعدلت وبدل البرد يروح، هلو بدل البرد يروح، لكن هنا ما في رمضان، احساس رمضان ما في، جو رمضان ما في، حياة فطور رمضان ما في، كل شيء اللي تحبه كذا في بلدك وبين أصدقائك مش موجود والله العظيم. فعشان كذا أنا أقول الحمد لله ما راح يحسوا فيك إلا الأشخاص اللي إيش اللي عايشين الجو نفسك في هذه البلد. ونشأت زعلان لأن قلت له يا بابا خلينا نسوي مقطع فيديو، قال لي لا هذه المرة لا تسوي له مش مقطع فيديو، مش كل مرة والله ما اكذب عليكم، يا شايف حاله كثير ذا، وربي برجع اديله مع سبورت. المهم يا شباب حبينا نعطيكم، احنا صائمين حبينا نسولف معاكم شويه ونعطيكم هذه السواليف الخفيفه اللطيفه. نشأت ما ادري ايش فيه باليوم، منزعج من امس، امس كنت قاعد انا وياه كذا بعد الفطور، قعدت يا شباب كذا ها قعدت والله العظيم وكذا قاعد زي الخمول، بعدين جاء عندي مسكنه في ذقني كذا والله العظيم يا شباب لا اكذب عليكم، اشهد الله وانا صايم. يقول لي بابا ايسيا مو، اذا انت تعبان اكبين اوك مو، يقول لي اذا انت تعبان انا تعبان. يا شباب والله العظيم اقسم بالله العظيم نزلت دمعتي بدون شعور وضميته لحضني كذا، يا واد ايش الاحساس، الاطفال عندهم احساس يا شباب مو طبيعي والله العظيم، يحس في وجعك يحس ما في قلبك، دائما الطفل تشوفه تلاحظ فيه، لاحظ انه ابوه مش تمام، امه مش تمام، فاوقع لي قلبي لما قال لي يا ابا اذا انت تعبان شوف انا بكون تعبان، فهذه الكلمه اثرت فيني وخليتني يا شباب اقسم بالله العظيم ان انا بكيت بدون شعور وضميت، وقال لي بابا ني تهاولة، يقول لي لا تبكي يا بابا، قال لي بليز بابا لا تبكي، اقسم بالله اوقع لي قلبي يا شباب ربي. الحين دخل هنا كيف بابا ني تهاولة، كوم بابا كوم بابا نتهاول يا كوم حبيبي كوم بليز بابا، راح اروح اجيبه وارجع يا شباب. تعال بابا، بابا كوم حبيبي تعال، جبناه يا شباب جبناه. سوري نخن كير سوري، يلا سوري يا عمري، اعطيهم بوسه يا بابا، اعطيهم بوسه، سووا لايك سبسكرايب ونشوفكم الأسبوع القادم. يلا أعطيهم قلب يا يا عمري والله العظيم أنت لك لك. شباب الله يسعدكم سعادة الدارين، ونشوفكم إن شاء الله في أسبوع قادم في مقطع فيديو جديد إن شاء الله، ونجيب بعض الأشياء في يعني نفيد فيها الناس والعالم بإذن الله الواحد الأحد. يوم أسبوع كذا أسبوع كذا، باي باي.